بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في بداية الأسبوع من خلال برنامج صباح الدوحة وعبر برنامج وعبر شاشة تلفزيون قطر. في البداية نصبح على مشاهدينا أينما كانوا داخل قطر وبر قطر، ودائما نقص بالتصبيح أمهاتنا وأبهاتنا الكبار، نقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعودنا في سوق السلية المركزي، هذا السوق اللي تأتيه الخضار والفواكه من جميع دول العالم، وأيضا هناك صالات للعرض سواء كان للمنتج المحلي أو المنتج المستورد، وهناك أيضا في داخل السوق البيع بالجملة والمفرق. وخلونا نبتدي مع أحد المحلات لبيع الخضار، مع أول محل ونشوف الأسعار عنده. تعالي هني الله يخليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ السلام عليكم. تمام الله. هذه مال اليوم؟ مال الهني جانا سيدة. توها جاية، قاعد يرتب طبعا الأسعار. دائما نقول هذه الورقة والنشرة تأتينا دائما ويوميا من وزارة التجارة والصناعة، متمثلة طبعا في حماية المستهلك، ونشرة وقائمة يومية تصدر بأسعار الخضار والفواكه، وهو قاعد يرتب الحين الأسعار الجديدة. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. خلينا نشوف أول شيء الورقيات عندك. جرجير على كم؟ جرجير 3 ريالات. 3 ريال ربطة؟ ربطة. ربطة ولا كيلو؟ كيلو. كيلو كم ربطة؟ كيلو تقريبا 4-5 ايدي. 4-5 ربطات؟ تقريبا 4-5 ربطات، ويمكن يكون في سعر الجملة الصندوق من 10 إلى 12 حبة، يكون في رنج 10 ريال تقريبا. هو يقول كيلو ب 3 ريال. خلنا نتكلم عن كزبرة و كزبرة بقدونس كله 4 ريال. 4 ريال كل ربطة ولا كيلو؟ اي ربطة بنفر بربطة. ربطة كم؟ اي 1 ريال. بريالين؟ واحد ريال. بريال ولا ريالين؟ ريال. ريال ريال. يقول الربطة هذه بريال، يعني إذا كانت الربطة هذه بريال يعني 10 تقريبا بسعر الصندوق، تقريبا بسعر الصندوق لو تكلمنا 10 ربطات في الصندوق ب 10 ريال او 8 ريال. طيب نعناع. نعناع ريال. حبه ريال. حبه ريال. كله سلسل. كله ريال. ريال. بصل اخضر. اي ريالين. ريالين. فجل. اي ريالين. اي ريالين. الفجل الابيض. هذا في ريالين. ريالين. خس مدور. خس مدور كيلو 4 ريال. 4 ريال. بصل ابيض. بصل ابيض 4 ريال. مال وين؟ مال ايراني. ايراني. البصل احمر للحين غالي؟ اي غالي شوي غالي. طيب كم اصغر كيس كم كيلو عندك؟ اي تقريبا 5 كيلو. 5 كيلوات كم؟ كيلو 5.5 سيدي. 5.5. الكيس كم؟ كيس هذه تقريبا 23-24. اخر كم تقدر تبيع انت؟ انا ب 24 23 اكثر. 24 ولا 23؟ عطلي سعر واحد. 23. 23. دائما نقول بالنسبه للباعه مثل ما سمعتوا الان يقول 23-24 واستقر على 23. إذا اللي بيجي المحلات هني ويعطيه سعر ثابت مثل هذا المحل مثلا قال لك ب 23 البصل الخيشة 5 كيلو وزاد عليك، هذه في ذمته. احنا دائما نقول أمام الكاميرا يعطي سعر، لذلك هذا السعر لازم يعطى للزبون أيضا حتى لو حضر السوق. طيب نتكلم عن شمندر على كم؟ شمندر 3 ريال. مال وين؟ مال سريلانكي. سريلانكي. وفي ايراني اوقات يجي، وفي قطري، وفي سعودي، وفي قطري يجي. طيب خلينا نشوف البوبر على كم؟ بوبر 5 ريال. مال وين؟ اي مال امريكي. مال امريكا. وثوم صيني. ثوم صيني على كم؟ اي 6.5. 6.5. هذا الكيس الصغير. كيس كبير عندك؟ كيس كبير ما في، بس كيس صغير ما عنده. ب6.5. 6 يمشي؟ 6 ريال؟ ماله ما مشكلة يمشي، يقول مو مشكلة. طيب خلنا نشيل هذه الأوراق ونخليها هني ونشوف الباذنجان. مال وين؟ باذنجان مال الدوحة. مال الدوحة. يعني اللي يشوف يكلمني يقول المنتج القطري، هذا المنتج القطري. احنا ما نجامل المنتج القطري لأن فعلا المنتج القطري من المزرعة إلى السوق مباشرة وبهذه الجودة، يعني هذه الدرجة الأولى أعتقد. أعتقد الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثانية يكون أيضا مستواه جدا جيد. طيب كوسة مال وين؟ كوسة مال الدوحة. مال الدوحة. اليوم الكوسة يمكن غالي شوي. ممكن غالي شوي. كم؟ كيلو 4 ريال. 4 ريال. 4 ريال كيلو. في النشرة كم؟ خلنا نشوف في النشرة. مال اليوم. مال اليوم. مال اليوم. الكوسة. خلنا نشوف الكوسة وياه.
ما عليه يمكن شوي الوقت يمر علينا. 6:30 6:30 وهو يقول بأربعة ونص. هذا اللي 4:30 صح؟ 4:30 أنا كلام مال قبل اليوم. ليش أمس كم؟ أكي فيه ورقع مال أمس. شوف لي مال أمس كم؟ مانسى 4:30 4:30 واليوم 4:30 اليوم 6:30 6:30 وعندك 4:30 بتبيع ب6:30 ولا 4:30 الحين 6:30 لكن أنا قبل 4:30 بيع. يعني أمس هذا اللي نقوله أمس. لما نقول في فروقات بين أمس واليوم كل يوم تتبدل الأسعار. لما نقول سوق الخضرة والفواكه بورصة إذا هي بورصة ترتفع يوم وتنزل يوم، وأحيانا الأسعار تكون جدا قليلة. أنا بقول لكم عن الطماط اليوم سعره جدا مناسب قبل لا ننتقل له، سألنا في محلات اللي موجودة بسعر الكيلو يمكن يكون اليوم في سعر الجملة الصندوق ب5 ريال. خلونا نشوف. طيب الفلفل هذا مال الدوحة؟ مال إيران. مال إيران على كم؟ كيلو 4:30 4 ريال. بروكلي؟ بروكلي مال إيران. مال إيران على كم؟ 5 ريال كيلو. 5 ريال كيلو. وفي الصندوق ب6 ريال. في الصندوق في السوق ب6 ريال. خيار؟ خيار 4 ريال كيلو. 4 ريال. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة. لوبيا؟ لوبيا مال الدوحة. فاصوليا؟ فاصوليا مال الدوحة. مال الدوحة على كم؟ كيلو 7 ريال. 7 ريال. فلفل حلو هذا على كم؟ فلفل الأحمر والأصفر والأردني؟ 6 ريال. 6 ريال كيلو. 6 ريال الكيلو. الخس كم قلت لي الكيلو اليوم؟ الخس العادي هذه ممكن أمس 3 ريال بيا، واليوم يمكن يكون 3 ريال. ما يتغير دائما، ما يتغير. فاصوليا على كم؟ فاصوليا أو لوبيا؟ 6 ريال. 6 ريال. الجزر؟ 3 ريال. 3 ريال. مال وين؟ مال صيني. الصين. طيب لومي مال؟ لومي مال مصري. مصري على كم؟ 4 ريال. 4 ريال. زهرة؟ زهرة مال دوحة. مال الدوحة على كم؟ 4 ريال. 4 ريال. زنجبيل؟ زنجبيل 5 ريال مال صيني. صيني. الصندوق كم اليوم؟ صندوق 17-16. 15 يوصل بعد. أني بس أي 15 يوصل صندوق اللي الزنجبيل، اللي هو طبعا كان في فترة من الفترات أو قبل شهرين في حدود 40-50 ريال، وصل اليوم في حدود 16 أو 15 ريال. خلنا نجي عند الطماط. طماط على كم؟ مال الدوحة. مال الدوحة 10 ريال. 10 ريال. نفس الشيء، حبات كبيرة يمكن لأن هناك في 7 ريال. في هاي حبات صغير شوي رخيصة. في 7 ريال هناك. آخر كم يمشي معك؟ 9 ريال. 9 ريال يمشي الصندوق. كم كيلو فيه؟ تقريبا 6 كيلو فوق. 6 كيلوات وفوق. لكن هذا منتج قطري. شوفوا قشر الطماطة ما في ولا ضربة، ولا ضربة، يعني حبات كبيرة، حبات أكبر من ذي بعد فيه، يعني ب9 ريال 7 كيلو فيه تقريبا 6 كيلو فوق. 6 كيلوات وفوق. شكرا لك، شكرا. خلونا ننتقل إلى الفواكه. يعني أنا سألت في محل من المحلات هنا طماط ب7، على كم الطماط؟ 7 ريال. كم كيلو فيه؟ 5 كيلو تقريبا. 5 كيلوات تقريبا. وتشوفون هذا قال 9، هذا قال 7، هذا قال ب7 ريال الصندوق 5 كيلوات تقريبا او فوق 5 كيلو بشوي. شكرا لك. تعالي بسرعة عشان الوقت. يعني انا احاول بشكل سريع اني انقل من محل خضرة ومحل فواكه. بالنسبة عليكم السلام، بالنسبة لي سعر الكيلو، واحاول انتقل الى سعر الجملة فيما بعد. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تفاح مال وين؟ تفاح إيطاليا. إيطالي؟ إيه. على كم؟ 7 ريال كيلو. 7 ريال. والأخضر؟ والأخضر في هذا إسبانيا. إسبانيا على كم؟ شوي قال لي 8 ريال. 8 ريال الكيلو. شوي يرتفع اليوم الإسباني. الأصفر؟ إيراني. إيراني على كم؟ 4 ريال كيلو. 4 ريال. طبعا الإيراني بحكم المنتجات وقرب المسافة أيضا تكون شوية أرخص في الأسعار، ويمكن يكون فرق العملة أيضا. وهذا النوع نفس الشيء. نفسه. طيب سنطرة باكستاني إيه. على كم؟ على كيلو 4 ريال. 4 ريال. أناناس؟ أناناس هذا كينيا. كينيا إيه. حلو؟ يعني بس نص ما في. حامض حلو؟ إيه حامض حلو. على كم؟ على كيلو 6 ريال 5.5 شكل يعني. كم آخر؟ 6 ريال يعني. 6 ريال آخر يقول. مشروم؟ مشروم 5 ريال. مال الدوحة؟ مال الدوحة. مال الدوحة ما شاء الله، يعني منتج أو منتج طوال العام موجود أصبح المشروم عندنا. هذا سنطرة مال وين؟ لبنان؟ سنطرة لبناني. على كم؟ على 28. 28. كم كيلو في الصندوق؟ 3.5. 3 كيلوات إلى 3.5. طيب التفاح النيوزيلندي؟ نيوزيلندي على كم؟ 16. 16. 15 ما يمشي؟ يمشي يعني ريال يمشي. احنا نقول التفاح النيوزيلندي
دائما غالي، يعني اتي 5 تفاحات بالضبط من عرفناها في هذه العلبه، وهو 5 حبات ب 15 ريال لو فرضنا، يعني الحبه تقريبا الوحده ب 3 ريال ويقول اخر يمشي 15 يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي يمشي، يقول يمشي. المتسامح يقول يمشي. شمام مال وين؟ شمام يوماني مال عمان؟ يوماني. على كم؟ الكيلو 4 ريال. الكيلو 4 ريال ومستقر تقريبا في هذا السعر. السنطر الصغار هذا مال وين؟ السنطر لبنان هذا. لبنان، نفس اللي في الصندوق؟ لا ولا غير الصندوق هذا. كم هذا؟ الكيلو 4 ريال. الكيلو 4 ريال، طيب خلينا نشوف الموز اكوادوري ولا فلبيني؟ اكوادوري. اكوادوري، يعني اصبح اللي يجي في السوق تقريبا اكوادوري، على كم؟ على كيلو 5.5. 5.5. طيب الاكوادوري نفس الفلبيني ولا الفلبيني احلى؟ نفس الطعم، كله واحد منه. نفس الطعم. نفس الطعم. سريلانكي ما يجي؟ لا سريلانكي ما في. احيانا يجي في السوق سريلانكي بعض الاوقات. في هندي في سريلانكي بس انا ما اقدر، هذا ما في 100 يعني. احسن شيء في اكوادور وفلبيني. الاكوادور والفلبيني يقول احسن دائما. ناريل من تايلاند على تايلاند على 10 الحبة. 10 ريال حبة. هذا جوافة؟ جوافة فيتنام. فيتنام على كم؟ على 10 ريال. 10 ريال الجواف الفيتنامي. سفرجل مال وين؟ مال تشاينا. تشاينا؟ تشاينا. مال الصين على كم؟ 7 ريال. 7 ريال. تشيكو على كم؟ تشيكو مال الهندي 18 ريال. مال الهند؟ هندي. 18 ريال كيلو. كيوي؟ كيوي أحمر. أحمر. أحمر من داخل أحمر على كم؟ على كيلو 12 ريال. 12 ريال كيلو، طبعا الاحمر يجي حلو، يجي حلو صراحه. نقدر نبطل واحده؟ خلينا نبطل واحده قدام الكاميرا ونشوف حبه واحده منهم احمر. ودائما يجي الاحمر هذا حلو، تعودنا على الكيوي يكون اخضر من داخل، يعني طول عمرنا تعودنا عليه يكون اخضر من داخل، حباته صغيره، لكن هذا النوع يجي من داخل احمر وعسلي بامانه، يعني انا جربته عسلي. يعني على كم هذا؟ هذا ما يعرف طبعا اخونا المنتج طبعا في الاستديو يقول لي مهجن، ما راح يعرف كلمه مهجن لو قلت له. يعني هذا ناتشرال. ناتشرال ناتشرال واجد، ما في اصفر، في احمر، في اخضر، وفي بتوت، يعني في اكثر من لون، أكثر من لون. والله ودي أكلها يعني قدام المشاهد، لكن برجع لها. كم قلت لي؟ ب12 ريال. 12 ريال آخر. آخر غالي عشان إيراني. إيراني. إيراني يقول غالي هالأيام. مانجا مال وين؟ نوعين عنده. يمني نفسه واحد. نفسه. هذه كبير وهذه صغير. حبة صغيرة. على كم؟ على الصحن 7 ريال. 7 ريال. صندوق كم؟ صندوق 28. 28 بالنسبة للصندوق. الخوخ الأعجمي على كم؟ يقول عجيمي شوي قال يا استراليا عشان اي. على كم؟ على كيلو 35. 35 يقول. بطاطا حلوة على كم؟ بطاطا حلوة اوغندا كيلو 11 ريال. اوغندا. 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 افوكادو اوغندا بعد؟ افوكادو اوغندا بعد. على كم؟ نفس السعر 11. 7. لا 11. 11 ريال الكيلو. باباي مال وين؟ باباي هندي. هندي على كم؟ 11. الكيلو. بالكيلو. الكيلو 11. تعال هني خلينا نشوف ايضا. جواب. الجوافة البيضة، شفنا الخضرة الفيتنامية ونشوف البيضة مال وين؟ هذا المصري. مصري على كم؟ على 7 ريال صحنة. والجوافة دائما تكون ريحتها فواحة، ريحتها تكون حلوة، يعني أحيانا حتى لما تشيلها من السيارة أو تشيلها من السوق في السيارة للبيت تشم ريحتها في السيارة. على كم؟ على 7 ريال. 7 ريال كيلو تقريبا. إيه كيلو. كيلو 7 ريال. خلينا نشوف أيضا الغوج الاحمر. غوج الاحمر استرالي على كم؟ على صحن 14 ريال. 14 تقريبا اقل من كيلو. لا اقل من كيلو. كيلو من كيلو الا شوي. كيلو الا شوي. وهذا النوع نفس الشيء. هذا شنو؟ تشيكو. تشيكو قلنا سعره طبعا. والغوج الاصفر والبرتقالي نفس السعر. هاي 13 12. تعال نجي حق الاشياء الغاليه التي غالبا من تايلاند وبعض الدول الافريقيه والاوروبيه. نتكلم مثلا عن البلو بيري على كم؟ بلو بيري 10 ريال. والتوت؟ توت 20 ريال. 20 ريال. الذره؟ الذره 5 ريال. 5 ريال طبعا صحن صغير. تكلمنا طبعا عن المشروم. دراجون على كم؟ دراجون هذا 18. 18؟ ايه. اخر؟ اخر. اخر يقول. طيب خلينا نقول رامبوتين. رامبوتين 20 21 كذا يعني. مانجوستين ما عندك اليوم؟ في عندك مانجوستين نفس واحد. مانجوستين موجود ورا على كم؟ 20 ريال. 20 ريال. فراولة؟ فراولة هي 5.5. 5.5 بالنسبة للفراولة. صحن صغير
مصري. طيب وهذا اللي في السحارة الكبير شوي؟ هذا الأردني. أردني على كم؟ هذا ال 22 23. يعني في بعض الأماكن ينباع ب40 بأمانة. هذه الصندوق في بعض الأماكن ينباع ب40. إحنا نتكلم في السوق المركزي 22. في مغربي بعد قال شوي، مغربي ممكن 30 33. إذا في نوعية ثانية نفس الكرتون مغربي يقول في حدود 30. المانجا هذه تنكل بقشورها، تنكل بقشورها تايلندية. على كم؟ على 25. 25 يعني تقريبا صحن صغير، ما يجي كيلو، ما يجي كيلو. طيب خلينا نتكلم عن العنب. عندك أكثر من نوع، عندك الأحمر والأسود والأخضر. الأحمر على كم؟ أحمر على 13. مال وين؟ تشيلي. تشيلي. واللي جنب الأسود؟ جنب الأسود إيطالي. إيطالي. على كم؟ على 15. 15 الكيلو. الأخضر هندي؟ جنب الهندي. هندي. على كم؟ على 7 ريال الكيلو. 7 ريال. والسكري الصغير هذا؟ هذا العقر واحد أخضر على 14. قبل الأخضر الصغير هذا. مال أمس شوي واليوم ما يجي هذا. مال أمس يقول الريال يعني صريح يقول مال أمس. كم كيلو أمس؟ هذا ال 18 كذا. 18 ريال إلى 20 ريال. كمترة مال وين هذا الكمتر؟ أفريقيا. على كم؟ على كيلو 7 ريالات. 7 ريال الكيلو. شكرا لك، شكرا. خلوني أنتقل إلى سعر الجملة، وأنا صراحة أحاول يعني تعالي حد يجيني منكم، حد يجيني بسرعة، بسرعة ما عندي وقت. كيف حالك؟ تعالي هني. كيف حالك؟ هذا موز؟ هذا موز. صندوق كم كيلو فيه؟ هذه 14 كيلو. 14 كيلو. مال وين؟ هذه إكوادور. فلبيني ما عندي. فلبيني ما في. في السوق ما في؟ سوق ما في. كم سعر الصندوق؟ 48 ريال. 48. 7 كيلو فيه. سبع كيلو ما في. 14 كيلو. 14 كيلو. 47 ريال. يعني آخر كم يعني؟ آخر. أي كم سعر بيا هذه؟ 48 آخر. 48 ولا 47؟ 48. 48 يقول آخر. وهذا نفس الشيء؟ نفس الشيء. إكوادوري. أي كدور. طيب. أوكي. الموز من يجي أخضر حتى يصير أصفر كم يوم؟ 2 يوم. يومين بس؟ اثنين. إذا داخل نيلون يطول شوي؟ شوي. لكن إذا برا يومين يصير ناضي. أوكي. 2 يوم بعدين يجي. من أخضر يجي أصفر. يقدر يأكل على طول. على طول. يومين بس. يومين. لأن 3 أيام يصير ينضى أكثر. ينضى أكثر. طيب. كيوي مال وين؟ كيوي هذه إيران. إيران. حبات كبيرة هذه. كبيرة. يعني حبة كبيرة. خلنا نشوف، بطل لي واحدة. خلنا نشوف. نجيب حبة من داخل. أنا لاحظها هني حبات كبيرة. داخل أحمر ولا أخضر؟ هذه أخضر. أخضر. هذا العادي. هذا العادي. شفنا قبل شوي في المحل بالكيلو الأحمر داخل، لكن هذا عادي. طيب هذا لومي. مال وين؟ فيتنام. فيتنام. على كم؟ هذه 30 ريال اليوم. 30 ريال. كم كم في الصندوق؟ 5.5. والله ثقيل. 5 كيلوات ونص. اي 5 كيلوات ونص. كم قلت لي؟ 30 ريال. 30 ريال. الجزر؟ جزر 10 ريال. مال وين؟ هذه تشيني. صيني. الصندوق الصغير هذا كم كيلو فيه؟ هذه 5 كيلو. 5 كيلوات. هذا بعد جزر؟ هذه جزر استراليا. استرالي. الصندوق اكبر. على أكبر. كم؟ 10 كيلو. هذه 10 كيلوات. على كم؟ اي 85. 85. 35 سوري. 35. اذا في اللومي اللي داخل تركي ولا افريقي؟ هذه مصر. تركي. مصر. على كم؟ هذه 32. 32. كم كيلو الصندوق الكبير؟ 9 كيلوات. البرتغال هذا ولا سنطرة؟ سنطرة. مال وين؟ هذه باكستان. السنطرة الباكستانية. الكيلو ب4 ريال. هناك نشوف الصندوق، أعتقد فيه يمكن حول 10 كيلو. يمكن 10 كيلو. على كم؟ أي 30 ريال. 30. إذن يطلع الكيلو ب3 ريال. هناك ب4 ريال من حقه لأنه بالكيلو. هناك يبيع بالكيلو. طيب هذا شنو؟ توبيكو. شنو هو؟ هاي مال صالون الهندية يمكن. هندي. على كم الصندوق؟ 38 ريال. 38. كم كيلو فيه؟ هذه 10 كيلو. 10 كيلوات. هني شنو فيه؟ تشيلي. تشيلي اللي هو فلفل حار. الفلفل حار. هندي؟ هندي. هندي. خلنا نشوف هذا الفلفل الحار. حار وايد؟ واجد. ولا نص نص؟ واجد. حار وايد يقول. هاي العلوب الصغيرة هذه دائما تكون حارة. امسك. دائما تكون حارة. على كم الصندوق؟ اي 22 ريال. 22. كم كيلو تقريبا؟ 4 كيلو. 4 كيلوات فيه. 4 كيلوات فيه تقريبا. البرتغال هذا مال وين؟ برتغال. هذه مصر. مال مصر. على كم؟ أبو سرة. هذه 45 ريال. 45. صندوق كبير. 15 كيلو. 15 كيلو. تفاح عندك؟ تفاح في إيران. إيراني. على كم الصندوق؟ هذه 30 ريال. 8 كيلو. 8 كيلوات. 30 ريال. شكرا لك. شكرا. خلوني يعني أنتقل أيضا
اخر محل يعني عليكم السلام نشوف مجموعه من المحلات يعني لو تكلمنا هذا سعر البيع بالجمله. خلوني بس قبل لا انتقل ودي انقل محل ثاني اشوف البصل فيه على كم. خلوني اشوف اللي هو عنب. عنب انا فكرت والله فكرت كرز لكن طلع عنب. تقريبا عشر صحون. عشر صحون فيه على كم؟ هذا شلون هاي 38 38 10 صحون في الفراوله مال وين؟ مصر. على كم؟ 22 22 نفس السعر اللي هناك بالضبط. طيب ما شاء الله السنطره هذه يعني شكلها جميل 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 جميل. على كم؟ هذا 25 25 مال وين؟ هذا مصري. مصري صفين فيها؟ صفين 7 كيلو السحاره صفين 7 كيلوات. البرتقال هذا مال وين؟ مصر. مصر على كم؟ مصر هاي 22 بيها 22 صندوق طبعا صغير. مشكور. خلوني اشوف بس البصل. خلوني اشوف في هذا المحل بس البصل والبطاطا اذا قدرت. البصل والبطاطا كيف حالك؟ تعالي هنا. كيف حالك؟ الحمد لله. بصل هذه الخيشه على كم؟ هذا كاشا 70 ريال. 70 كم كيلو فيها؟ هذا في قدس 15 كيلو. ايوه. وسط فيه ولا هذه صغيره؟ 5 كيلو فيه. 5 كيلوات هاي صغيره على كم؟ على 24 ريال. 24 اخر هذا. في اكبر؟ في اكبر من هذا؟ اكبر من ما في هذا بس زي نمونه. ما في زين. في وسط عندك متوسط؟ وسط هذا كبير. ايوه. على كم؟ كبير هذا بي انا 105 ريال. كم كيلو؟ هذه 22 كيلو. 22 كيلو ب 105 ريال. أيوة. بصل احمر. ايوه احمر مش ابيض. باكستاني. باكستاني احمر. ايوه. طيب بطاطا مال وين؟ بطاطا مال سوريا. هذا سوري على كم؟ سوري هذا انا بيا 40 42 كم كيلو؟ هذا في 18 و17 كده. 18 او 17. خلونا نشوف ايضا البطاطا الباكستانيه والله نظيفه. باكستانية. أيوة. نظيفه ما شاء الله مثل ما تشوفون. كيسة تقريبا 3 كيلو على كم؟ على 3 ريال. 3 ريال. أيوة. كيسة. أيوة. كانت الأسبوع اللي طاف ريالين ونص، ما بين 3 ريال إلى ريالين، بينما في يوم من الأيام وصلت ب 13 ريال أو طافت ال 13 ريال. أيوة. طبعا بطاطا باكستانية. هذا النوع مال وين؟ هذا مال إيراني. إيراني على كم؟ إيراني هذا بي أنا 18. 18 كم كيلو؟ هذه تقريبا بسرعة بسرعة ما عندي وقت. بسرعة كم؟ 8 كيلو كده. 8 كيلوات تقريبا. الجح على كم؟ جح على في 10 ريال 8 ريال كده. مال وين؟ 10 ريال ولا 8 ريال؟ 8 ريال كده. 8 ريال كيلو؟ في كبير في الكيلو ولا حبة؟ لا لا كيلو راكس ريالين. يعني حبة 8 ريال. ايه. حبة. حبة ايه. الحبة 8 ريال بالنسبة للجح. مال وين؟ هذا إيران. إيراني. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام يعني الوقت فعلا داهمنا وداركنا بشكل سريع. كان ودنا ايضا ننتقل الى محلات اكثر في سوق السلية المركزي ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك. مبارك لكم ايضا باذن الله قدوم الشهر الفضيل خلال الايام القادمة. نتمنى في سوق السلية والاسواق الاخرى تستقر الاسعار وتكون في متناول يد الجميع في الشهر الكريم وفي الايام الجاية. واحنا دائما نقول من خلال نقلنا لهذا البرنامج وعلى الهواء مباشرة، سامحونا على قصور بذر منا، من خلال نقلنا لهذه الحلقة لهذا اليوم. نلتقيكم بكرة في يوم القد بإذن الله في فقرة جديدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والله يحفظكم وفي أمان الله.